مساء الخير ويعطيكم العافية. بنرجع هلأ. أنا بصراحة بدي رجعان لأدخل على البلد، مو مشان شيء، مشان ما أطلع أني أدار من الخارج. للأسف يعني أني هذا الكلام سمعناه، وللأسف نحن كنا متوقعين شيء كبير من مجلس الشعب أن يطلع كلام. للأسف بتفاجأ ببعض الكلمات اللي إجت في مجلس الشعب، أن أحدهم طالع عمل بيحكي أن تم ترحيل أنقاض من الشوارع، وأحدهم طالع عمل بيحكي أن الجمعية الفلانية عملت هيك والفلان عمل هيك وكذا عمل هيك، في وقت كان الشعب كله قاعد عمل بيصرخ أن بدنا مجلس الشعب. للأسف للأسف فعلا الشيء اللي صار، وللأسف أكثر أن نحن سمعنا رئيس مجلس الشعب طلعان عم بيقول أن مؤامرة تدار من الخارج، أو ما يكتب على الفيسبوك هو يدار من الخارج ويستهدف الحكومة. لا، نحن ما عم نستهدف الحكومة ولا بنستهدف الحكومة. يعني أنا إذا جيت قلت أو أحد المواقع أحد الزملاء تواصل مع شركة نسلة وسألهم عن حليب الأطفال، قاموا قالوا له أن نحن ما في طلب أو تأخر الطلب من سوريا، فبيكون يدار من الخارج. لما سأل على حليب الأطفال وليش الأطفال قطع الحليب تاعهم، لما نحن عم نطلع بنقول يا اخوان هذه طوابير الغاز في البلد، نحن بنكون عم ندار من الخارج؟ لا ابدا، نحن ما عملنا ندار من الخارج، ولا بنقبل اني ندار من الخارج، ولا بنقبل اني نشتغل بتوجيه من ايا كان. وفي عندنا بالبلد اذا حدا مننا بده يشتغل بتوجيه، في ناس عندنا بالبلد وتجار ومافيا بتعطي مصاري قد الخارج وعشر مرات وعشرين مره وثلاثين مره واربعين مره. يعني إذا الخارج بده يعطينا راتب، خليني أقلكم إني 10,000 دولار، المافيا بتعطي 40 و50 و60. فما بصير هذا الكلام، يعني ما بصير. عجيب عجيب. يعني يا أخي كان رئيس مجلس الشعب، يعني كنا ناطرين شيء تاني، ناطرين تحكي شيء تاني، لما أنت بتمثلنا يا أخي، ما أنت نحن منتخبينك، نحن منتخبين أعضاء مجلس الشعب، معقول نطلع بعينكم أن نحن كلياتنا عبارة عن أما وقعانين بمؤامرة الخارج وهم قلة والغالبية يداروا من الخارج؟ فعلشان هيك أنا قررت أني أرجع أندار من الداخل. يعني على وعسى إذا كنت جوا بقلب البلد ما بكرة يطلعوا يقولون أن أنتم مندارين من الخارج. إذا أعضاء مجلس الشعب ما شايفين الشيء عم بيصير بالمدن والمحافظات، إذا رئيس مجلس الشعب ما شافه، فما بنلومه بصراحة. يعني ما فينا نلوم اللي ما بده يشوف، ما فينا نلوم اللي ما بده يسمع الأصوات. على كل الأحوال طلعت الصحافة اللي كتبت بهذا الشيء كله تدار من الخارج، وطلع الفساد اللي عم تنتقده هذه الصحافة هو عمل وطني. للأسف للأسف هذا الشيء العمل بيصير. يعني لا الصحافة قدرت تعمل شيء، لا صراخ الناس قدر يعمل شيء، وبيطلع البعض بيقول ان هدول عم يشتغلوا سياسه. على فكره يعني غريبين، اني والله ما عم نشتغل سياسه. الصحافي هذا هو دوره. يعني نحن شو دورنا اذا انا كصحفي ما حكيت عن ازمه محروقات، اذا انا ما حكيت عن مشكله في ازمه حليب الاطفال، اذا انا ما حكيت عن الازمات وشو مشاكل شو اسبابها وشو تبعاتها وشو اسمه، ما نعرفان. يعني نحن شو معناتها؟ شو شغلنا؟ طيب انا شو شغلي معناتها؟ اقول اني افتتحت جلسه مجلس الشعب بكلمه للرئيس مجلس الشعب الاستاذ حمود الصباغ، ومن ثم كلمه لرئيس مجلس الوزراء؟ هذا دورنا؟ ما نعرفان بصراحه ان شو العمل بيصير. علي صالح، لا انا قلت اني انا بلا شغل، ما قلت اني انا انفصلت من الميادين. انا هلا راجع على سوريا فانا بلا شغل، بس انا ما قلت اني انا انفصلت من الميادين ابدا، ما قلت هذا الكلام. وما بعرف شو اسمه. على كل الاحوال بصراحه الشيء اللي صار بالبلد، يعني نحن كنا بنتمنى تتوضح الامور، مو اني نطلع نتهاجم. يعني لو طلع وقالوا اني يا اخوان هذه سبب عقوبات، وفي تقصير بالمكان الفلاني وفي تقصير بالمكان الفلاني.